خلاف عربي عربي حول مصير الأربعة المجهولين. هذي اليك هذي السيه، قلت لك عكسر راسك عخليك تعيط والليلة العب. ترم نفسك هلا عربي، ترم نفسك، اللعبة لسه ما خلصت يابا. هحدف الليلة طريقك زراعي يابا. طريقك صحراوي أخوي، العب. قتل وتشريد آلاف العائلات العراقية بدعوى إيواء إرهابيين، مقتل 50 شخصا جراء تفجير سيارة مفخخة في بغداد. استيقظت بغداد هذا الصباح. بعض اختيار القبعة. عم ضربك وين كان هذا؟ وين يعني؟ بالعراق. مئة ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في المخيمات. لك يا خيي، قلنا لك بدنا نظهر على غير قهوة، أنت مصر على القهوة ونارة ما في. لك صار لي ساعة عم عيط، العمى! وصل صوتي على غزة مكان حدا يفتح بي! وين النارة؟ استشهاد أربع أطفال برصاص الاحتلال. نارة نارة يا خيي. نارة يا جماعة. حضرني يا رجال يا سقف بنا مية ما تصلحوه، كل شي قاعدين في مخيم. يا مية يا مية، لا زاد ولا مية، غني يا قلبي وافرح هخلي الإيمان ينطح ينطح. وانت صور انا تتكلم عدل يا السيد، كلم بقى عدل. انت عربي ما تمدش ايدك لحلقلة شنباتك ولا انت هتحلقلة شنباتك. انا عربي عخليت مرة في الشارع ولا يقول لك ايه مش عارف عنك. لكن عارف يا اخوي مش حد على الحساب، ما تدفعش ولا عاطل عن ابني. افتح جبه افتح جبه بطلنا يا بطلنا.